هنقر على حراس المرمى. ها خلينا من حراس المرمى يا كابتن محي، تطور كبير في حراسه المرمى، بمعنى ان في اليات جديده لتدريب حارس المرمى. زمان حضرتك وحضرتي زي ما احنا قاعدين كده كان بيشوطوا علينا اللعيبه وشويه ونقعد على الجنب وشويه ونرجع نصد. دلوقتي بقى حارس المرمى من اول دقيقه في التدريب لغايه اخر دقيقه الساعتين بيتمرن حراس مرمى. ايه اللي حصل في الموضوع ده والتدريبات الجديده والاساليب الجديده؟ التطور والتولز كتير جدا واتغيرت جدا جدا جدا، ودخل فيهم السمارت بلاير، ودخل يعني كنت من 10 سنين. بس ما تاخدنيش في حاجه، اصل انا عارف انت مواكب العصر. يعني ايه سمارت بلاير؟ معلش انت عارف انا بره الفنيات بقى. ازاي تلعب على الذكاء بتاع اللاعب كويس، بمعنى ايه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الفهلوه واحد. بس هم بره بتعملوها، هتقولي فهلوه هبقى فاهم، لكن سمارت بلاير الموضوع صعب. هم بره بيعملوها علمي شويه. بمعنى ايه؟ ازاي يعمل له حاجات حسابيه اثناء المجهود. كويس جدا. يعني مثلا بمعنى ايه؟ مثلا يعني تتحط مثلا سبوره في نص الملعب ويحصل مجهود بدني، اي مجهود بدني سواء للاعب او للحارس او بدني سبرنتات او وفي اخر السبوره دي موجود مثلا جدول ضرب كويس وقلم محطوط، بتقوم رايح مثلا سي مثلا ده في كذا، تقوم محله وراجع تاني عامل مجهود. بتعمل ده بعد المجهود اللي هو اختيار القرار الصح في اسرع وقت. الفهلوه في التدريب ولا العلم في التدريب في العصر الحالي اللي احنا فيه؟ لا العلم طبعا في التدريب. العلم خلاص. العلم والتكنولوجيا. والتكنولوجيا. العلم والتكنولوجيا. يعني مثلا سي مثلا من 10 سنين كده قعدت اسمع عن الايروبكس وانا بره. كويس. بعد كده سمعت عن اليوجا. المهم جه عالم نيوزيلندي جمع الاثنين مع بعض، عمل برنامج اسمه بادي بالانس. ده حط اليوجا مع الايروبكس. اليوجا والايروبكس من حاجات الاساسيه والمهمه في تدريب حراس المرمى. انا كان معلوماتي عن اليوجا الفيلم بتاع احمد رمزي يقعد في الجنينه وقاعد يعمل كده والكلام كان بيحب ساعتها. لا دلوقتي الموضوع مختلف تماما. اليوجا والايروبكس بقت حاجات مهمه جدا في تدريب حراس المرمى، حاجه اساسيه مهمه كلام جدا. كابتن محي.